بأي طريق بأي كيفية. أيام وليالي يتأوه بأبي وأمي من حرارة تلك السموم، قام يتقيأ دم من جوفه حتى نحول بدنه، ضعفت قواه اصفرت ألوان. أيوة إمام، ذبلت شفتايا يا غارت عينا، يتقلب على فراش المنية، يرفع فخذان ويضع الآخر ينادي أأموت مسموما وجدي رسول الله. سفيه عليك يا مولا في ديار غربة. ولم يكن معه أحد إلا عقيد الخادم وصقيل الجارية، ومن لم يعلم بوجوده إلا الله تعالى. يعني الإمام صاحب العزة صاحب المصيبة، دعينه الله وهو ينظر إلى أبي شباب يا عمي 28 سنة في عمر الزهور يعالج سكرات الموت، يجر الأن بعد الأن صار ما يقدر يقول، يصلي الصلاة من جلوس على فراشه. أمر من يأتوا إليه بماء قد غلي بالمستكي، جي إليه بذلك الماء، أراد أن يتوضأ فلم يتمكن. بني مهدي سندني إلى صدر، سنده الإمام إلى الصدر، مد يده ليسبغ وضوءه، أخذت يداه ترتعشا. يا ويلي ولدي تعال وضعني. أسبغ لأبيه وضوءا ثم اضطجع إمامكم على فراشه، يتجرع الآهات والآلام، من كب الإمام المنتظر على صدره، ضم الصدر والنتي صارت خفية، وإن مزجت دموع الولد بدموع عبية، يقل لي يا بويا الكون مستوحش علي، عاين أبوه عالج هاجة أحزان، صد العزيزة ومن زفير أنا شف دمعة، احنا يشمى وانحنى من الوجد ضلعا، يودع يا ويلي مهجته وابنه يودع، وغمض عيونه والعرش ما جت اركان. اخذ الامام المنتظر يبكي وينتحب، غرقت عينه بالدموع، مد الامام العسكري يده اخذ يمسح الدموع عن خد ولده. بني مهدي لا تبكي افجع قلبي، انت الك ثارة الك ظلامات يا ولدي، انا اموت على معزة، انا راسي على الوسادة، انا اغسل اكفان. بني بني ان كنت باكيا على شيء فابكي على مصاب جدك الحسين. سين سين ترى بقول لك كل الائمه يقرون مصرع الحسين لحظه وفاتهم، ماكو امام يغمض عينه الا اول يذرف له دمعه على الحسين. انت الذي ستاخذ بثارات آبائك وأجدادك. الآن عاد اسمحوا لي أوجه الخطاب إلى مولانا صاحب الزمان، سيدي سيدي عجل فديناك، فالأحشاء والهة
لعلنا من عداكم نبلغ الهربا وننظر العدل منشورا بدولتكم وفي عداكم غراب البين قد نعبات سيل يا ابو صالح ابوك حسين من طاح راسا قطع وتلاقى فوه بزان وارمى وهجموا على خيام الاعادي وبن سعد صاح هجموا على حريما ذبح ليث الحريم وحسين زلزل الكوفة وكربلة وانسف الشامة وانشد عن الوقفة بدروازة الساعة وقل لفرات حسين يمك بالعطش ما ما يكله خليها بد ما يجري صبيب وانشد هل الشامات علي شهروها وبوسط مجلس باليتامى وقفوها يعرفون جدها ياهي امها ومين ابوها وياهم اخوتها ومن هي التوقف غريب عجيل ولا تنسى غريب الغادرية والجثة اللي رضضتها الأعوجية والحرة اللي دخلت المجلس هدية مات النسا زينب وياها النساء ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين بكربلا خيل العدا طحنت اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة اكحل نواظرنا بنظرة منا إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا جماعتي الحاضرين والمؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع اللهم احفظهم فردا فردا السعيدة المتوفى اللهم ارحمها برحمتك أسكنها الفسيح من جنتك لقها منك رحمة ورضوانا إلهي اشف صدرها بالحسين نور قبرها بنور الحسين ثبت لها عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين وارزقها اللهم شفاعة الحسين يوم الورود واخلف على أهلها وعقبها في الغابرين وعندك نحتسبها يا رب العالمين إخواني غدا يخبرونكم بكسار الفاتحة عصرا الساعة 3:30 إن شاء الله إلى روحها وأرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان بالخصوص إلى روح مولاتنا السيدة نرجس أم الإمام صاحب الزمان مجربة إذا عندك حاجة أطلب الليلة وعرض مسائلة ولا تخيب أحدا أبدا
لشفاء المرضى وفك الأسرى وقضاء الحاجات والنصر والفرج، نهدي لها ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.